الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد عكس القاعدة السابقة، إذا تعارض مفسدتان روعيا أشدهما بارتكاب أخفهما. إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. ولذلك من حكمة الخضر أن خرق السفينة مع أن خرقها مفسدة، ولكنها مفسدة دنيا مقارنة بماذا؟ بغصب الملك الظالم للسفينة أصلا وحرمان المساكين منها. أرأيتم؟ ومن حكمة الخضر أيضا أنه قتل الغلام مع أن إزهاق النفس مفسدة، لكن بقاؤه مضرا بأبويه الكبيرين مفسدة أعظم. والخضر لم يفعلها من عند نفسه، وإنما فعلها بأمر الله، لأن القول الصحيح أن الخضر نبي، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، مع أن بناءها على هذه الصفة مصلحة، ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة على ما هي عليه، مع أن تركها مخالف للصفة المحبوبة له، لكنه أقدم على ذلك دفعا للمفسدة الكبرى التي هي اختلاف المسلمين وتنازعهم في الدين. ومنها أن أعرابيا دخل المسجد فبال، مع أن تركه يبول مفسدة، لكن ترك الصحابة ليضربوه مفسدة أعظم، لأنه إذا رأى القوم قد أقبلوا عليه فربما يفر في نواحي المسجد هربا منهم فتنتشر بقعة النجاسة، وربما يكون حديث عهد بإسلام فيقول بعد ضربه إسلام أوله ضرب، فنهايته ماذا؟ فاستدفع، اسمعوا، فاستدفع النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة الكبرى بتركه يبول وهو المفسدة الصغرى. ولذلك لو أصيب بعض أعضائك بالغرغرينا علاجها القطع فاقطعها، مع أن قطعها مفسدة، ولكنك تقدم على المفسدة الصغرى محافظة على مفسدة الجسد، على مفسدة ذهاب الروح، اتقاء لمفسدة ذهاب الروح وتلف الجسد كله. وأيضا يجوز لمن أصيب بالأورام السرطانية، عافاني الله وإياكم وإخواننا المسلمين من كل سوء وبلاء، يجوز له أن يقدم على العلاج الكيميائي، مع أن فيه أضرارا جانبية خطيرة، لكنها مع خطورتها تبقى مفسدة صغرى نستدفع بارتكابها المفسدة الكبرى وهي الموت بسبب هذا المرض. ومن أجل تطبيق هذه القاعدة أبقى السلف والعلماء قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، مع أن بقاء القبر في المسجد قد يكون مفسدة، ولكننا نستدفع بها المفسدة الكبرى وهي اضطراب أحوال العالم الإسلامي وكثرة خصومتهم ونزاعهم، إذا علموا أن معاول الحفر قد عملت في قبر رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. ولقد
كادت أن تقوم فتنة لما هدمت الدولة السعودية الحصن التركي في مكة، كادت أن تقوم قائمة الدول الإسلامية. فكيف إذا علم المسلمون في العالم أن الدولة بدأت تحفر قبر رسول الله لإخراجه من المسجد النبوي؟ لكان في ذلك من المفسدة ما الله به عليم. فبقاء قبره على الحال الراهنة لا ضرر فيه، لأنه محاط بثلاثة جدران ولا يستطيع أحد أن يسجد له ولا أن يركع له، وأيضا هو في أحضان الدولة التوحيد، فلا تسمح بإقامة أي شيء من شعائر الكفر عنده. لكن لو أن دولة قبورية وثنية مجوسية قد استولت على القبر النبوي أو على المسجد النبوي، فناهيك عن صور الشرك العظيمة التي ستحصل. فما دام قبر رسول الله تحت في أحضان دولة التوحيد وعلى هذه الهيئة التي هو عليها، فإنه إن شاء الله لا مفسدة ولا ضرر في ذلك. فهمتم هذا؟ وكذلك إبقاء القبة الخضراء وعدم هدمها أيضا هو من باب استدفاع المفسدة الدنيا، هو من باب استدفاع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الدنيا، والله أعلم.